طبعا حبيبك الزبيب. لا والله يا بوي، يا بوي انا باك تشتري لنا خير ولا فرس؟ نعم يا بوي، احنا رحنا واتفقنا وتفاعلنا قلنا انا بفرس. لا والله نعم. يعني بس انتم قاعدين تنفذون افكار هناك وتجوني هنا يا بوي الجلوس مع بعض افكار حلوه بالله. اي والله بوي افكار زي الزفت. لا فرس ولا خيل. ليش؟ عشان ما يشتوني. تقول هذا راعي خيال خيال. ايوه يا خروف، انت مغير عليك في مقشه ما تفكر في نفسك؟ لازم مقشه تستانس. طيب على العموم اشترى لهم يا ابوي خيل، اشترى لهم خيل. لا يا شيخ. اي اشترى لهم خيل. ما عندي خيل ولا نبي شيء. طيب فرس ولا في فرس. طيب حمار، لو حمار وحمار صغير كبير جبل جبل. برمى على مسؤوليتي. هذا بحر حمار ما يتقبله من حين يركب فوق الارض. نطلع الحمار ما يتقبله، يحسب انه خروف حقيقي. ابوي صار مقشه اذا شافته تقول هذا حمار ما يعرف اصلا اللي عطاه حمار يركب منه. ابوي لو تشوفني على حمار على كلب على فرس على خيل لو تشوفني على كل حاجه. ايوه No! No! No!